وسهلا بكم مشاهدين الأعزاء في تقرير جديد من Equity Global Markets، معكم رائد الخضر. نتحدث في التقرير عن التوترات الجيوسياسية التي تفرض بثقلها على الأسواق إجمالا وتدفع بالمستثمرين نحو الملاذات الآمنة، طبعا بنتيجة تهديدات الولايات المتحدة الأمريكية وترامب بتنفيذ ضربات جوية على سوريا خلال 72 ساعة، وذلك يعني جاء بعد قرار الفيتو الروسي الذي ضغط نوعا ما على المشروع الذي كانت قدمته الولايات المتحدة الأمريكية في تهدئة الأوضاع في سوريا أو بما يتعلق بالأجندة السورية. طبعا كان نوع من التوتر السياسي حاليا الذي يفرض على الأسواق بشكل كبير التوجه نحو الملاذات الآمنة. رأينا الذهب كيف يرتفع بشكل واضح فوق مستويات 1350 دولار للأونصة، ويستهدف لربما مزيد من الارتفاعات الين الياباني كذلك الأمر. سوف ننظر إلى الجانب الفني. أيضا ننتظر بيانات مهمة من الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة المسائية اليوم، حيث ننتظر كل من بيانات التضخم CPI numbers، والمتوقع أن تحقق نمو بأعلى من التوقعات عند 2.4% وهو أعلى من القراءة السابقة بشكل كبير، بينما الذي يتابعه الفيدرالي الأمريكي على وجه التحديد هو الكور CPI أو بيانات التضخم التي يستثني منها كل من الغذاء والطاقة، والذي كان بقراءته السابقة 1.8% بينما التوقعات تشير إلى إمكانية النمو 2.2%. هذا يعتبر عبء إضافي على الفيدرالي الأمريكي يضغط عليه بشكل أكبر، وكأن الحديث الذي كان سابقا عن أن التضخم المرتفع سيكون مؤقت بمثل هذه البيانات ممكن يضغط على الفيدرالي الأمريكي ويرفع أسعار الفائدة بأكثر من مرتين خلال هذا العام. طبعا نضيف إلى القائمة اليوم أمر مهم وتابع للموضوع، وهو محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي الأخير، والذي من المتوقع أن نحصل منه على إشارات إضافية فيما يتعلق بعدد مرات الرفع وكيفية الرفع، خصوصا أنه الاقتصاد الأمريكي أو الفيدرالي الأمريكي انتقل من مرحلة السياسات المخطط لها مسبقا إلى مرحلة متابعة البيانات الاقتصادية وتنفيذ السياسة النقدية وتشديدها حسب البيانات الاقتصادية. بالتالي مع بيانات التضخم اليوم المرتفعة التي من المتوقع أن تطابق يعني مستويات مرتفعة وأعلى من السابقة، سوف يكون تحت ضغط كبير برفع وتشديد السياسة النقدية بشكل أكبر خلال تعاملات اليوم. دعونا ننظر سريعا على أهم المنتجات والفرص الموجودة في الأسواق، ونعود مجددا بما يتعلق بالتحليل الفني. طبعا النظرة الفنية كنا نحن تحدثنا فيها يوم أمس، وذكرنا أن الدولار الأمريكي تحت الضغط بشكل كبير، وفعلا واصل الضغط بالاتجاه الهابط نحو مستويات 89-53 اللي تحدثنا عنها يوم أمس، وتم كسر هذه المستويات. الآن مستويات الدعم التالية بالنسبة لمؤشر الدولار الأمريكي الذي يلقى الضغط حقيقة بنتيجة انتظار محضر الاجتماع الفيدرالي، بانتظار أيضا بيانات التضخم، وكذلك بنتيجة التوتر الجيوسياسي اللي ذكرناه. طبعا التارجت الثاني هو أن نوصل لمستويات 89-25 بالاتجاه الهابط، وهذا ممكن جدا حدوثه خلال تعاملات اليوم إذا جاءت بيانات التضخم نوعا ما أقل من المتوقع. ممكن أن يضغط على الدولار الأمريكي بالاتجاه الهابط، لكن أي بيانات يعني إيجابية كبيرة ممكن أن تضغط على الدولار الأمريكي بالاتجاه الصاعد نتيجة توقع أن يكون هناك رفع لأسعار الفائدة. لذا يجب الانتباه إلى أداء الدولار الأمريكي اليوم وكيف يتفاعل مع بيانات التضخم ومع محضر الفيدرالي الأمريكي. بالانتقال إلى منتج آخر تحدثنا عنه يوم أمس، وهو زوج اليورو دولار الأمريكي الذي تمكن من الارتفاع بشكل واضح خلال تعاملات اليوم، وواصل الارتفاعات الآن يقترب من مستويات 23.90 ويتم اختراقها في اللحظة اللي نحن عم نتحدث فيها. التارجت التالي هو مستويات 24.40 وصولا إلى مستويات 24 تقريبا 60 أو 70. 24.70 هو قمة السابقة، طبعا من الصعب أن يكون تحقيق 24.70 خلال تعاملات اليوم، ولكن مستويات 24.40 ممكن جدا حدوثها خلال تعاملات اليوم. عم نتحدث على 50 نقطة من المستويات الحالية إذا ما تمكن من اختراق مستويات 23.90 والإغلاق فوقها. بالتالي عندنا مستويات حوالي 50
نقطة بالاتجاه الصاعد إلى 55 نقطة بالاتجاه الصاعد. منتج آخر أيضا لفت انتباهي خلال تعاملات اليوم وهو الباوند، كنت بدي أتحدث عنه بأنه سيعود للارتفاعات، وفعلا بدأ بالعودة للارتفاعات بعد الهبوط الحاد الذي شهدناه. الآن هو عند مستويات 41.87، تارجت عنا مستويات 42 وصولا إلى مستويات 42 تقريبا 50 بالاتجاه الصاعد. الهدف البعيد، الهدف القريب ممكن أن نوصل مستويات 42.25 بالاتجاه الصاعد، وذلك مع اختراق لنا مستويات 42 مجددا. الباوند يلقى الدعم بالاتجاه الصاعد من ضعف الدولار الأمريكي أولا، وإمكانية تحسن البيانات البريطانية، وبالتالي الأداء الجنيه الاسترليني الذي يواصل الاتجاه العام الصاعد، بالتالي أي هبوط على الباوند هو فرصة جيدة للشراء على المدى المتوسط إلى المدى الطويل. وبالتالي الآن تندمج الثلاث الأطر الزمنية مع بعض، قصير متوسط وطويل، تدفع بالباوند بالاتجاه الصاعد نحو المستويات اللي ذكرناها. الذهب الذي يستفيد بشكل كبير ونراها الآن عند مستويات 1351 دولار هي الأونصة، قد يواصل الارتفاعات نتيجة الجيوبوليتيكال تنشن والأداء المتوتر في الأسواق، قد يواصل الذهب الارتفاع نحو مستويات 58، وطبعا أي إغلاق قريب من 58 وصولا إلى مستويات 60 يدعم سيناريو صاعد على الذهب بشكل كبير. فشل اختراق مستويات 60 ذلك يعني أنه عودة لموجة الهبوط مجددا، ولكن وصولنا إلى مستويات 60 يعني يدق نواقيس الخطر أنه الذهب ممكن يواصل ارتفاعات كبيرة. اختراق 60 إغلاق يومي إغلاق أسبوعي فوق مستويات 60 يعني أن نصل إلى مستويات 1450 دولار للأونصة، بعيدا عن المستويات الحالية حوالي 100 دولار بالاتجاه الصاعد. ممكن يحقق الذهب على المدى المتوسط إلى الطويل إذا ما تمكن على الأقل من الإغلاق أسبوعيا أو يوم واحد فوق مستويات 1360 دولار للأونصة. هذا كل ما لدينا في تقرير اليوم، أشكر لكم المتابعة وأراكم على خير إن شاء الله في الفيديو القادم.